شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان شهر القرآن، شهر تزين فيه المساجد بأجمل التلاوات في التراويح وما بين الصلوات. يقبل فيه الصائمون على المصاحف لتلاوة الختمات تلو الختمات، فقد كان السلف يحرصون على ختم القرآن كثيرا في رمضان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان جبريل يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن. فمنهم من كان يختم في كل سبع ليال أو كل ثلاث أو كل ليلة. كان الزهري إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. فالقرآن والصيام يشفعان ويشفعان. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.